الله على بركة الله. نحاول في هذه الحصة هذه نحاول نصوغوا التمرين الصفحة 202 كتاب مفيد بالنسبة للثالثة إعدادي. في هذا التمرين هذا أعطونا قال لك حدد معادلة مختصرة لمستقيم الضي المار من الأصل ومعامله الموجه هو ناقص واحد. إذا احنا شنو كنعرفو؟ لدينا المعادلة المختصرة ديال المستقيم د إيكغي كتساوي ام إكس زائد بي، ياك هذا ام هو المعامل الموجه، يعني أن د تساوي إيكغي، شحال هو المعامل الموجه اللي عطاونا هنا؟ المعامل الموجه هو ناقص واحد، متفقين هو ناقص واحد، إذا هو يساوي ناقص واحد في إكس زائد بي، يعني إذا د كيساوي هو إيكغي كيساوي ناقص إكس زائد بي، ولكن ما يمكنش نخليو هاد بي هادي ما نعرفوهاش، إذا خصنا نعرفوها حتى هي، وما تنساوش، إذا حنا خدمنا هذا ولكن مازال ما واحد المعطى تا هما عطاولنا خصنا نخدموه، إذا هو اللي غيخليني نحدد بي. شنو عندنا؟ بما أن الدي المستقيم الدي يمر من الأصل أو، هنا هذا الأصل أو تنقصد به أصل المعلم، فإن نقطة أو للإحداثيات ديالها زيرو زيرو كتنتمي لمستقيم الدي، صافي. إذا كانت النقطة هذه أو الإحداثيات ديالها زيرو زيرو كتنتمي لمستقيم الدي، يعني هنا إيكغيك أو تساوي ناقص إكس أو زائد بي، متفقين؟ إذا إيكغيك أو شحال هو إيكغيك أو؟ الأورثوب ضد أو هي صفر حيث هو أصل المعلم، صفر زائد بي، إذا يعني ومنه بي شحال هو؟ ومنه بي يساوي صفر، وبالتالي المعادلة ديال المستقيم ديالنا الدي هي إيكغيك تساوي ناقص إكس، بي خلاص يساوي صفر بلا صافي بلا ما نكتبوه.